أرحب فيكم السادة المشاهدين معي بحلقة جديدة وتواصل جديد من برنامج سلام الكويت، واليوم نلتقي وإياكم بموضوع مهم جدا، وهذا الموضوع هو موضوع تربوي. دائما ما نتطرق في برنامج سلام الكويت إلى العديد من المواضيع ونحاول أن نسلط الضوء عليها ليكون هناك توعية للسيد المشاهد والفائدة التي تصل للسيد المشاهد، ونحاول أيضا أن نركز على المواضيع التربوية الاجتماعية وكيف ممكن أن يستفيد منها المشاهد بتطبيقها على أفراد العائلة، سواء بدوره يعني إذا كان هو ولي أمر كيف ممكن أن يستفيد منها بتطبيقها على الابن أو الابنة. الابن أحيانا عندما يتابع بعض الفقرات يعني وتحديدا الفقرات الرياضية أو التربوية أو حتى الأكاديمية شو ممكن يستفيد منها في الحياة الدراسية. اليوم عندنا موضوع مهم جدا، وهذا الموضوع هو موضوع مبتكر، وأعتقد بأن شبابنا في الآونة الأخيرة عندهم ابتكارات كثيرة. هذه الابتكارات تعدت الجانب الرياضي وتعدت الجانب الأدبي، أصبحت أيضا في الجانب التعليمي وفي الجانب الأكاديمي، وهؤلاء الشباب نفخر بهم لأن عندهم عطاءات بلا حدود، وهذه العطاءات من أجل الوطن ومن أجل تحسين بعض المجالات، وهذه المجالات اللي بعض يعني من ينتمي إليها ينتقدها، وتحديدا أقصد الدراسة. اليوم ولي الأمر أو الطالب دراسة ممكن ينتقدها، فالشباب في الآونة الأخيرة طلعوا بمجموعة من الابتكارات في التدريس، حولوا هذه المادة اللي البعض أحيانا يجد صعوبة في تلقي المعلومة إلى مادة سهلة سلسة مشوقة. هذا اللي بنعرفه اليوم. بداية أرحب بضيفي العزيز والكريم اللي حرص اليوم على التواصل معنا، الأستاذ بدر بن غيث، وأنت مدرس بثانوية فهد السالم البنين، حياك الله معنا. الله يحييك ويعطيكم العافية، مشكور على الاستضافة. شرفتنا. الله يخليك. وسعيد بالتواصل وياك على المستوى الشخصي. تسلم. ويا ريت كل المشاهدين كانوا يسمعون الكلام اللي قاعد نقول أنا وياك على التدريس والتشويق في التدريس. نعم. أستاذ بدر بن غيث، يعني ما شاء الله عليك تبارك الرحمن، أنت متعدد في مجالاتك، سواء في الجانب الأدبي، وأعتقد كانت لك تجربة في الجانب الأدبي، وأيضا في الجانب الإعلامي، محب للإعلام، وبجانب التدريس وخصوصا في جانب التاريخ وتاريخ يعني الشعوب والحضارات. نعم. وكذلك أعتقد بأن جانب مهم جدا أن تركز عليه، وتحديدا للفصول الأخيرة في المراحل الدراسية. صحيح. الأخيرة. صحيح. ولكن نحن اليوم فقراتنا نتكلم عن الطرق الحديثة في التدريس، وأعتقد الجانب التكنولوجي فيها، فلنفكك للسيد المشاهد هذه الجملة، يعني الطرق الحديثة في التدريس شو المقصود فيها؟ يعني أول شيء الغاية تبرر الوسيلة، هذا دائما يقولونها. أنا كمعلم أدخل الصف وألاقي الطلاب ست حصص زهقان داخل أربع أطواف مال خلاص ها، وأنا أكمل عليه وأقول له تاريخ شيء صار من 1000 سنة ولا 200 سنة 300 سنة، لا أنا شفته ولا هو شافه أصلاً. زين، يعني شيء مو واقعي مو موجود يعني ولا ملموس ولا رح يحس بفائدته. طيب شو الحل؟ أحاول أقنعه بالطريقة التقليدية، إني أقول له والله صار السنة الفلانية، مو ياك على الخط، ما يتلقى، مو ياك. هذا جيل الأيباد، جيل بصري، يتعامل مع الصور المتحركة، يتعامل مع الصورة الكلمة، يبي شيء ملموس. طيب أنا شلون أنقل شيء مات ومنتهي من 1000 ولا أكثر إلى واقع؟ أول شيء سويناه في، طبعا إحنا في وزارة التربية وتحديدا في سلك التدريس، نهتم بثلاثة أمور. نعم. مسألة المهارات الشخصية لكل طالب، ومسألة المعرفة اللي قد يحصلها، مجموعة القيم والمعلومات اللي يحصلها، بالإضافة للقيم الأخلاقية والقيم التربوية اللي لابد احنا نأصلها في تعززها في. نعم. شلون تمشي على الثلاث مسارات في نفس الخط، وخاصة انت في 45 دقيقة اتصور صعب جدا. اذا بال 45 دقيقة 11 لاعب ما عارفين يقولون جول، شلونك انت ب 45 بتقول ثلاثة اقوال مباراة واحدة مع عدد كبير من الطلبة، وهذا يعتبرون ما هم الخصم، هم فريق معك وانت. نعم. المدرب اول شيء سويته في مسألة القيم، موضوع الاحترام وتبادل الاحترام ما بين المعلم والمتعلم، اول شيء كسرت حاجز اني انا اوقفه وسلموا علي وانتم واقفين، هذا كلام مو صحيح. انا الضيف على الصف، فاول شيء سويته دخلت الصف اسلم بيدي، تصافحهم باليد واحد 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 يومياً؟ يومياً بعد كل قبل بداية حصة دخلت على طول أول واحد على اليسار يبلش وياه. الفكرة أن أخليهم يوقف طبعاً بالاسم، ها؟ بفلان فلان فلان فلان. أول شيء أنا أعطيته احترامه، أنا خليته هو يجي، أنا صافحته فيحس أن أنا وياه، شفته بعيني، قلت له اسمه، ومنها قاعد أتذكر. على ما أقعد هم فاهمين السيستم اللي أنا أبي، النظام أأشر أن أبي الدفتر والقلم، يطلعون ما تحكى عن النظافة، هم راح يشيلون كل شيء تحتهم حواليهم بالصف. ليش؟ قيمة النظافة، ما يصير أدخل مكان وصخ، ما راح تستضيف ضيف في بيتك
في الديوانية والمكان وسخ، فهم بديهي يتعلمون هالشيء راح ينظفون. أوكي. نظف. أنت الصف. أول شيء أعطيتهم قيمتين أساسيتين والاحترام والنظافة. هذه كل حصة تشوفها. إجباري هذا. إجباري. هذا أصلاً سيستم حياتك صار. خلاص يعني ما تدخل مكان إلا تنظف. إيه. بعدين تطلع الأدوات على ما يجهزون أدوات ما في إلا قلم وهذا. ما أعقد الأمور في مسألة الحضور والغياب والتأخير. عندي بالتليفون في برنامج آخر الحضور والغياب سريع، ما أكلمهم وهم موجودين طق 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 خلصت. شلون يعني؟ عندي برنامج نزل أساميهم صورهم. حلو. أضغط مرة يعني هذا حاضر، طق مرة ثانية يعني غايب، طقيت ثالثة يعني متأخر، باخذ ملاحظة على الجنب. برنامج جديد هذا؟ برنامج موجود مواقع مواقع التواصل الاجتماعي وايد تعطينا هالبرامج، فاستخدمت واحد فيهم. شغلة الثالثة لما بلشنا الحين الحصة، يا فيديو يا سالفة أسويها لهم، يا لعبة يا سؤال ما يطري في البال، يا لغز أقول لهم إياه ويحتاسون فيه. شغلتهم ذهنيا بشكل غير مباشر. صاير يعني عفسنا اليوم. طبعا أقول لهم اللي يتأخر راح يطوفه، وطبعا جوائز تسوى شيء، كروت اتصالات مرات تنزل، وجبات، شغلات غريبة. قام يتنافسون علشان يحلون اللغز. وطبعا أنا أركز دائما في تدريسي خاصة المواد اللي أدرسها في طلبة الثاني عشر اللي ما باقي له شهر شهرين، ستة أشهر بالكثير يغادر ويتحول إلى طبعا مستوى تعليمي مختلف تماما. طيب بالنسبة حق المادة العلمية موجودة في الكتاب وباللغة العربية، فما هي صعبة أن يقرأها. المسألة إن شلون يحس إن هذه المادة فعلًا مهمة، شلون ممكن يتقبلها؟ أي. نعم. أنا ما أشرح، والسادة المشاهدين يمكن أنا الكلام أقوله كذا مرة حق واحد كذا شخص ما يصدقني لما أقول أنا صار لي شهرين من بلش الفصل الدراسي ما شرحت. شو تسوي عيل؟ أعطيهم تمارين. حلو. ورقة كبيرة كذي حق كل أربع ثلاثة أشخاص أو حتى شخصين، وفيها خريطة العالم، فيها مجموعة من الأسئلة، أسهم، هو كله علي. بطل الكتاب الصفحة الفلانية. وهم عارفين الطلبة ايش يبون من انا، يا جماعة ابي مسار الرحالة الفلاني، ابي تطلعوا لي العلم الدولة الفلانية كإضافة لكم بالدرس، اطلع لهم العلم، شفتوا حفظتوا لونه فيتلون. الان ما في طالب عندي ما يعرف الوان بعض الدول اللي انا قاعد ادرسها خلال المنهج، وهذا طبعا إضافة على المنهج. تمام. من غير ما تعب تروح. كل اللي عليك انت كمعلم، طبعا احنا نطبق استراتيجيات التعليم الحديث اللي هي طبعا التعلم التعاوني والتعلم الذاتي وتبادل يعني الخبرات وغيره، كله قاعد يطبق داخل الحصه. تمام. انت تتحول من في البدايه من مدرس الى معلم الى موجه. نعم. انت يعني مارست هالامور هذه كلها، ولكن سؤال يطرح نفسه استاذ بدر، ما جت لك هالفكره؟ وليش اليوم هذه الفكره المبتكره بانك تطلع الطالب من جو الدراسه التقليدي اللي هو متعود عليه؟ نعم. الى جو ترفيهي، جو اجتماعي اقرب ما يكون الى ديوانيه. صحيح. الى مكان ترفيهي هو يعني اصلا يستمتع بهذا الاجواء. نعم. نعم. اليوم احنا نواجه مشكله، بان المشكله مو في طلابنا. نعم. الطالب في سنه 1960 غير الطالب سنه 1980 غير سنه 2000 غير 2016 ممكن غير 2030. في احتياجات هو يحتاجها قاعد يشوفها اليوم. مواقع التواصل الاجتماعي، الاجهزه الالكترونيه الحديثه قاعد يجابلها اكثر ما يجابل الحياه الحقيقيه. صح. فبالتالي هو مستسلم للكثير من المعلومات ومتاثر فيها اصلا كثير المغريات. نعم. فبالتالي انا ما يصير هو بالبيت متعود على الايباد ويشوف تلفزيون وغيره من الاجهزه، انا ماسك له بروجيكتور القديم ولا قاعد يكتب في سبوره على القلم، بعيد انا وياه، انا وياه مسافه بعيده بيني وبينه، لازم اقرب المسافه من ناحيه التكنولوجيا. نعم. اثنين حتى اللغه، هو لغه الشباب، ما يصير انا اكلمه بطريقه حاده ومسافه بيني وبينه بعيده جدا. ما تحط حاجز. ما في، الحاجز هو الاحترام اللي بين كل شخص وشخص. واللي صنعته في بدايه الكلاس من سلامك واحترامك. خلاص. تمام. الشغله الثانيه لازم اسوي لهم صدمه. ان انت لو تخرجت ترى ما سويت شيء. انت اذا تخرجت من الثانويه ترى ما سويت شيء. لا زلت تدور شخصيتك وهويتك، ما عندك ولا شيء. والدليل خريجين الجامعه يبحثون عن الوظائف. صح. فبالك انت تخرج من الثانويه وما تدري وين تروح اصلا. فالبحث عن ذاتك وتعزيز المهارات واللغه والتحدث يكتسبه خلال العام الدراسي كله معي. بعدين احاول اربط له المنهج في المناهج الثانيه بطريقه غير مباشره. اعطي بعض القصص، بعض المواقف اللي صارت معي انا شخصيا وصارت حق خريجين اجتازوه بمراحل يعني. نعم. واقول له اذا تعرف فلان، طبعا يقول اي اعرفه، صار معه واحد اثنين ثلاثه اربعه، والسبه انه ركز في الماده الفلانيه،
لغه العصر الانجليزي. انا بدايه الفصل الدراسي القادم بعض المفردات اللي في التاريخ عندنا وهي لغه عربيه لازم اعرفها بالانجليزي. قاعد تعلمها لانه بيروح الجامعه وبيروح طبعا مو من ضمن المنهج ولكن انت قاعد تعطي ثقافه عامه لازم يحتاجها لما تعلمه. مساله ثانيه اللي هو شلون يقرا. نعم الاطلاع والقراءه ما اقول تراجعت في المجتمع ولكن فئه الشباب خاصه الذكور اللي عندنا صعب جدا يبطل كتاب قاعد يقرا. طبعا في ظل هذه المغريات طبعا طبعا يقول والله اسهل لي اقرا لي بوس ولا اقرا لي اي كان تغريده ولا توري كتاب مغري مشوق او تعرض له ملخص الصفحه بطريقه مختلفه. يعني مثال طرحنا حق بعض الطلاب الان وصل مرحله ان شيء اسمه انفوجرافيك صوره مختصره للدرس كله فيها معلومات واحد ثلاثة اربع خلاص. لا في درس يحتاج اسبوعين لخصناه باشارات بالايد وطلاب طبعا اللي ادرسهم في الفصل عارفين الاشارات اللي انا اعطيهم اياه فاهمين هذا شنو. اختصر لهم الدرس بالعاب مثال بسيط جدا لما ادرسهم عن الحضاره الاوروبيه ونهضتها خاصه في الجانب الفني الفنانين التشكيليين المعروفين في اوروبا دافنشي وربعه انا احط لهم سلاحف النينجا ادخل عليهم سلاحف النينجا العاب او اعرض لهم اياه منو هذيل صدمه احنا ثاني عشر يا استاذ بدر هذا مو ابتدائي مو متوسط ولا حتى روضه يعني احنا ثانوي. قول ما يخالف تعرف هذيل لا هم عارفين بس مستحين قوله يقولون زي اللي يقول لكم موجودين بالكتاب استحاله قاس علينا بالكتاب موجودين بطلوا الكتاب صفحه الفلانيه الكل راح يبطل انا ما اعطيت امر اللي يبي يبطل يبطلون دور الصفحه الفلانيه المكالمه الفلاني اي والله كافلان 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 عرفتوهم انزين هذا منو هذا فلان هذا فلان سكر الكتاب خلصت الدرس اعطيتهم اياها بطريقه مشوقه خلصنا وسهله ما يحتاج قعد 45 دقيقه اعطيك معلومات واسمعني ولا تتحرك ولا تاكل لا تشرب انا بالصف الطلبه ياكلون يشربون يبي يفتر يروح حق رفيجه خلي يروح شو المانع لطالما انا مسيطر على الوضع وحاط نظام واضح مع الطالب اصلا الطالب ما راح يفكر يطلع من الصف طبعا قاعد مرتاح طلعت اضطراريه جدا يعني في حاله ظروف خاصه يعني نعم. اضافه لذلك واضح مع الطالب من بدايه العام احتاج منك تسوي لي 1 2 3 4 5 بالمقابل من حقوقك كطالب 1 2 3 4 صحيح الواجبات مو ضروره تكون بالدفتر ارسل لي اياها عبر مواقع التواصل الاجتماعي انا فعلت من كذا سنه موضوع الانستغرام الطالب يبعث طبعا هو يكون عنده حساب الانستغرام عاده يكون خاص فيه انا اطلب منه حتى ابعد الحرج يفتح حساب جديد لي كطالب وهو في الصف تمام وينزل الواجبات اللي هي عباره عن معلومات بحث بسيط بالانترنت داخل الانستغرام اصبح هو نشر المعرفه بالانستغرام كسر الحاجز الوهمي الاجتماعي طبق السوشيال ميديا الحديث انت خليته يطبق المعلومات بالسوشيال ميديا الحديث لكن السؤال يطرح نفسه يعني انت ايضا فنان في جانب الكاريكاتير نعم ولك ما شاء الله اعمال كثيره في هذا الجانب نعم. ولك العديد من الرسومات والتقينا قبل هذه المره صحيح. في جانب الكاريكاتير ولكن ان تمزج فن الكاريكاتير وهذا الفن الرسم والشخصيات اللي ترسمها في جانب التاريخ اعتقد تمزج شيئين صعبين يعني والله شوف انا جربتها مثلا درس بالثروه الفرنسيه صعب انك تقعد تقول القصه كامله وعندك 40 دقيقه طالب يسمعك اي متعلم اي شخص فينا حد يسمع الاخر ربع ساعه هذا اذا هو مركز فما بالك الطالب اساسا 6 حصص عنده وانت السابع ممكن تكون الحصه الاخيره يعني ويمكن الاخيره طيب الحل تختصر ارسم رسمه او جهز لك رسمه تختصر القصه كلها او بدايه اللي يعني تو جراب اتنشن اي يعني هو شاف يعني هذا فلان وصار كذي لا صار كذي بس فهمنا او كملوا معي الرسمه او حاول انت بقدراتك المهارات البسيطه انك ترسم شيء قريب من الرسمه انا مو ضروري اطلعك فنان ما اقدر لكن بالنهايه احاول اعطيك مهاره الرسم ترسم دائره يعني كره الارضيه توظفها بطريقتك حتى على فكره في تصحيح الدفاتر اعتمد على طريقه انه ما اصحح الدفتر بالطريقه التقليديه المعروفه انه شكر مع النظر ومش قاعد نكتب حق الطالب لا ارسم رسمه ارسم حق الطالب رسمه وهو عارف ان انا راضي على مستوى الدفتر او لا انت
تعطي يعني ايحاء واضحه انطباعك عن امتحانه فيطلع لي طالب ثاني يقول استاذ انت ما رسمت على الدفتر. اقول يعني شنو؟ ما ادري. ركز شوي شوف شو اللي انا مو مكمل الشغله الفلانيه او مو حاط الشغله الفلانيه. طيب وتوزيع الدرجات هو عارف انا من بدايه العام واضح وياه بادق التفاصيل بتوزيع الدرجات. اي يعني ما يمكن يفوت علي شيء الا ما حاط لهم. واذا صار في شيء جديد انا رجل ديمقراطي داخل الصف. ها شباب ايش رايكم؟ تصويت. أي. اذا قلتوا نعم تلتزمون كلمه الاغلبيه. اذا قلتوا لا يعني ما يمشي. طبعا طريقتي انا اعلمهم انه انت قرار جماعي. اتوجههم. اي. طيب. طبعا يختارون طبعا هم خلاص اختاروا النقطه الفلانيه. مثال نسيت الكتاب. ترى مو كارثه تنسى الكتاب. انا ما عندي مشكله تنسى الكتاب. شنو يعني نسى الكتاب؟ نسيت قلم. مو سالفه. اعطيك قلم. بس الادوات اللي تنساها لك عدد مرات تنساهم او ما تجيبهم او حتى ما تطلعهم من الجنطه. لك ثلاث مرات. بعدها راح احاسب. بنلتز موجود. يعني تخيل طالب يتعمد انه عندي ثلاث مرات ما يجيب الدفتر او الكتاب او حتى القلم. ما متعمد. مو كارثه. راح ينسى مره، انا عادله بالجهاز موريه. الثانيه، الثالثه هو راح يستحي راح يطلع كل شيء. طبعا انت تدقق على اللي جايب كتابه ودفتر. هاي الجهاز وشغال عارفين انه متابعهم. واحد من الطلاب اذكره وصل اليوم هو ناس الدفتر او الكتاب اذكر المره الخامسه. يعني راح احاسبه اليوم. قال لي تكفى بس دقيقتين، وين بتروح؟ قال لي الصف اللي يمي. صاحبي عنده كتاب باخذه منه قاعد معه. قلت له يعني ليش اعطله؟ والله راح طق الباب عليهم ساب كتاب وقعد. وحل. دبرها. حل المشكلات وحده من ابرز الامور اللي لازم نستخدمها في الفصول. اتعلم الطالب عليه. حل مشكله، ما عندي قلم، اتسلف لي قلم. اطلب من الاستاذ يمكن عنده قلم، بس ما قعد كذي. طبعا. طيب خليني اكمل معاك المحاور اللي عندي. الحديث معاك شيق وجميل ولكن عندنا فاصل صغير، نروح الفاصل وبعدها نرجع نتواصل معاكم. رجعنا مشاهدينا من بعد هذا الفاصل، مستمرين معاكم بهذه الفقرة التدريس الحديث والتكنولوجيا مع الأستاذ بثانوية فهد السالم البنين بدر بن غيث. حياك الله معي مرة ثانية. قاعد تشرح قبل شوي طريقة وتفاعلك مع الطلاب والمنهج اللي حطيته والسيستم اللي حطيته للطلبة، واعتقد بأنها فريدة. الوحيد اللي يطبق هذا النظام بالمدرسة يمكن تكون أنت الوحيد إن شاء الله. واتمنى يعني أن المدرسين يبدون يطبقون هذا الجانب حتى الطالب لا يشعر بملل في الحصة. أكيد. لكن السؤال الأهم، كيف وجدت تفاعل الطلبة؟ يعني اليوم الطالب شلون لقيت تفاعله معك، استجابته لهذا السيستم اللي حطيته؟ جربت مرة دخلت عليهم قلت لهم يا شباب من باكر إن شاء الله راح أجرب عليكم الطريقة القديمة. يعني شنو طريقة قديمة؟ يعني شنو طريقة قديمة؟ طريقة اللي أو اللي تعرفونها أنتم من 11 سنة. لا ما نعرفها بس طريقتك. هاي واحدة. اثنين، لما مثلا تصير مثلا ظرف داخل المدرسه ما يخليني ادخل الحصه، فارسل اي معلم ثاني معاي زميل في القسم يروح يرجع يقول انت شو مسوي فيهم؟ غاسل مخهم؟ ما يبوني. قاعد اشرح الماده ما يبون. نبي طريقه استاذ بدر. والدليل كان واحد من المعلمين الزملاء في قسم ثاني دش علي كان يقول لي استاذ بدر انت ساحر الطلبه، شو الطريقه اللي قاعد تعلمهم اياه اللي قاعد يقول انت مو قاعد تشرح؟ معقول لا تفضحني قاعد اشرح انا بس مو بالطريقه اللي تعرفها مو بتقليدي. اي فقاعد يقول لي شلون؟ قلت له 1 2 3 4. يقول ما يصير. قلت له اي والله معقوله؟ قلت له والله العظيم ما شرحت، يعني ما قعدت يلا شباب الصف ما في كذي. ورني وريته ونفس الصف اللي هو يدرسه، يعني مو والله صف ثاني. اي تقول لي هذا فلان ما كان يجاوب عندي بالصف، قاعد يجاوب. وفلان ما يتحرك، قاعد يتحرك ولكن بطريقه مبتكره قدرت انك انت تسيطر. طيب رده فعل اولياء الامور، هل في احد تواصل معك من اولياء الامور؟ والله شوف يعني طلاب الثاني عشر تحديدا احنا نظن انهم لا زالوا في علاقه قريبه جدا متابعه. نعم في احد يتابعهم في البيت. والدليل احيانا مثلا من الانستغرام رده الفعل واحده من اولياء الامور. كنت اكرم واحد من طلابي فدشت هي واختها اللي هي خالتها وما ادري من دش، وقال يمدحون ولدهم بالانستغرام. انا حاط صورته مكرمه فاز بجائزه افضل طالب جاوب على المسابقه او شيء كذي، فمستمتعين.
وعندي اذكر سالفه صارت يعني على السريع. كنت اشرح بالانستغرام ملخصات للدروس اللي فاتت للي غاب او لسى او شيء كذي. بعد فتره اتصلت فيني ولي امر واعرفها يعني معنا في سلك التدريس، تقول لي انت شو مسوي؟ ولدي مو راضي ينام بالليل وسبه انت. قلت له انا شكو؟ عنده امتحان تاريخ ثاني يوم، بطلنا الفير ولا مجاب الايباد والانستغرام وقاعد يطالع وتهاوش وياه. لحظه يا يما خليني اشرح لك. ايش تشرح لي؟ ولا حاط الملخصات اللي انا منزلها بصوتي. اي فقعد يقول والله يعطيك العافيه، يعني الولد قاعد فعلا قاعد يستفيد. قلت له انا اللي قاعد اسويه مو عشان اطلع بالصوره ان انا احسن واحد، لا لا، الفائده حق الجميع. نعم، لان في ناس اثروا في حياتي تركوا يعني اثر كبير وكانه دين علي ارد لهم. تمام، انا اعتقد في نقطه مهمه ودي اركز عليها. اليوم انت ما قاعد تعلم الطالب اللي انا قاعد اسمعه. نعم. منك. نعم. انت اليوم تمارس دور المدرب. نعم. انت تدرب الطالب. نعم. وتنمي مهاراته وتطور مهاراته. صحيح. شو يفرق عن عمليه التدريس وهل هو اصعب؟ شو قاعد تشوف ثمارها، نتائج ثمار هذه التجربه؟ نعم. كان في تسميه مدرس ومعلم ومدرب. المدرس يعطيك الماده العلميه كما هي موجوده في الكتاب. نعم. من بتجرد، لا عاطفة موجودة ولا أي حسبان للضمير، كما هي. فهمت ما فهمت؟ درس يعطيك إياه. فهمت ما فهمت؟ هذه مو مشكلتك. نعم. انتهت يعني. المعلم لا يراعي أنه والله أنت مو فاهم، لا ما يخالف، تعال وياك نعيد بس هم ركز على المعلومة ويعطيك المهارات اللي هو شايفها مفيدة لك فقط. تمام. ما يسألك. المدرب ينتظر يعرف يعني يحلل أول شيء احتياجاتك، وعنده مادة علمية نعم هي مطابقة للمادة العلمية الموجودة في المناهج، ولكن هو زايد عليها عنصر التشويق موجود، عنصر العناصر اللي يحتاجها الطالب. حتى يعني هناك تحدي للمعوقات، أحيانا الطالب يكون مو في مود الدراسة ولكن صح. أنت كمدرب تدخله في هذا المود. بالضبط. فيبقى عند الفرق الحين في نوعية العمل داخل الحصة. بالنسبة لي أعطيهم تمارين ذهنية وبعضها حركية وبعضها نشتغل. أنا اسمح لي بس بيك الصف عليهم. أي. لازم لي لا حياك الله شيشت. حياك الله. اي يعني بالعكس حياك الله. بالفعل لازم اني اوريه بالكاميرا طبعا. انا اشوف الاجواء اللي قاعد تسويها. يعني مثلا عندي واحده من الالغاز الى اليوم طلاب يدورون حلها مثلا اللي هو وطبعا في احد جاوب عليه بس صعب، موضوع لغز القلم. نعم. يا جماعه عندي سؤال من 3 كلمات وعندكم 4 دقائق تحلون، ابيك هي 3 كلمات السؤالي، عدد استخدامات القلم. تخيل هذا ينسال اول السنه بيك عدوني يحوسون فيه. اعطيهم الاجابه بعدين، الاجابه جدا مفتوحه وسهله، فعلمه طريقه التفكير خارج الصندوق. فهم قاعدين بالحصه سالفه اسقاطات مثلا على قضايا محليه وقاعد تصير، هاي يا جماعه نبي حل حق الشغله الفلانيه. ما يفكر بطريقه تقليديه خلاص. نقعد نفكر كل مجموعه قاعد يفكرون بطريقه. في طريقه طبقتها يعني من 6 سنين وازلت اطبقها وقاعد اطورها، انهم راجع لهم الماده العلميه وهم يلعبون كره قدم. ممتاز. وهم يلعبون كرة قدم في الملعب، في الملعب وأنا حكم أراجع معهم المادة العلمية. شلون؟ كرة القدم معروفة فريق. ترى راح نسرق كل الأفكار اللي عندك. بالعكس. الفريقين يلعبون كرة قدم مقسمين. أما معاك الكرة راح أوقف اللعب فجأة وأسألك سؤال في المادة العلمية. وأنا محدد لهم تدرسون من إلى. تمام. جاوبت صح استأنف اللعب، غلط فاول إنذار. طبعا ممنوع اثناء اللعب انك تطوف لاعبين، حدك لاعب واحد وتعطي باص. تمام. اللعب الجماعي نكسر الانانيه. ايه. ممنوع تشوت على المرمى من منتصف الملعب، لازم تجدد، فبالتالي لازم هو يدخل على الدفاع. بديه الطالب الشاطر في الدراسه هذا راح تيله اي سؤال يمشي الكره حق الفريق. صح. بالمقابل الطالب اللي ما يدرس مو مهتم في دراسه لكن محترف لاعب كره قدم حقيقي، تيل الكرة وسأله سؤال وما يعرف يجاوب، هذا بالعكس عنصر مو طيب للفريق وراح يسمع من الإجابة الصحيحة. صحيح. يعني بالامتحان أذكر واحد من الطلبة هذا يعني حمود لو أعطيته السؤال وما جاوب. أه تمام. فصارت عملية التذكر سهلة. تمام. بس أعتقد الأهم الحين في امتحانات نهاية الفصل. نعم. أنت الحين يعني دربت الطالب، أهلت الطالب، صح. علمته، كسرت المود، خليته يعني يحب المادة بطريقة غير مباشرة، لكن
يبقى الامتحان هو الامتحان في نهاية الفصل. صحيح. في ظل كل هذا اللي قاعد تسويه. أيوة. يبقى الطالب أمام واقع عند امتحان نهاية السنة ويحتاج طول السنة حصيلة علمية ومجموعة من المعلومات المدرس يعطيها. طول السنة من بداية الفصل الدراسي ما يعد أسبوع إلا وهو عنده بنك من المعلومات. تمام. وبنك من الأسئلة. ولازم مع اقتراب اختبارات راح نشوف في الانستغرام مواقع التواصل الاجتماعي المشهوره راح يدخل جروبات انا مسويها مختلف وناس قاعد تدشها قاعد انزل فيه صوتي او حتى اسئله عن الماده العلميه. تمام. يعني ما راح اخليه الطالب مثل ما تفضلت متى ما تاه راح حق السوشيال ميديا راح يدخل وراح يلاقيها كامله موجوده صوت وصوره حتى الاختبارات القديمه تبعث لمرة وهي الاساس طبعا وموجوده. أيه. الاختبارات القديمه احنا نخزنها. هذا عيل اللي بيدش الكلاس عندك ويكون هو محضر يرجع حق هالماده يرجع. وعندي وايد طلبه يوم الامتحان يدوروني فانا دائما قبل الامتحان استاذن الاداره المدرسيه انه راح اسوي مراجعه قبل الامتحان بنص ساعه اتواجد معاهم مبكر نقعد هاي شباب على السريع يدخل الامتحان وهو عمليه تذكر. الاختبار عاده يقيس التذكر اكثر شيء فهو يتذكر اي قال لنا كذي وصار كذي وسلاحف النينجا ما ينسونها. يعني هذا يمكن ما شاء الله يمكن سابع دفعة أو أكثر كل ما أدخل ويهم السؤال سلاحف النينجا. سابع دفعة يعني سبع سنوات أنا صار لي 11 سنة بس سبع سنين يعني انتهجت الطريقة الحديثة اي يعني فالطلبة أعتقد اللي درستهم حتى تخرجوا من الجامعة اي نعم وبعضهم صاروا معلمين معاي ما شاء الله اي يعني وبعضهم لا والله يعني ألقاب أماكن ثانية فما ينسون. وفي أمر ثاني برا المدرسة عملية التحفيز والتشجيع كل سنة أختار مجموعة من طلاب المميزين أو المتفوقين وفي فرق بالنسبة لي مميزين داخل الحصة أو داخل المدرسة أو متفوقين علميا أخذهم في رحلة خاصة اتفق مع ولي الأمر أنا اليوم عازم ولدك بكرمه تمام وأطلع فيه سوق المباركية بيت القرين وأكثر من طالب طبعا تطلعون خمس ست طلاب بالكثير أنت واعد بمكان معين ويقضي معاه نص يوم مختلف تماما عن جو المدرسه. طبعا الطالب الحين قاعد يسمعكم مستمتع بالسوالف اللي قاعد تقول طبعا اللي تخرجوا وذاقوها يعني عرفوا وطورت السنه عن سنه رحله يعني هي فعلا رحله يشوف شغلات ما شافها بالكويت كشاب هالعمر ما راح يدخل متحف ما راح يدخل قاعه فنون جميله او تشكيليه ما راح يفكر انه والله خلينا نمر مكان الفلاني كمثال بوابه من بوابات الكويت القديمه يشوفها وهو رايح السوق بس ما يدري شنو اروح اودي يحط ايده على الطوفه انه ترى صار كذي 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 مكان الفلاني. الحس الفني موجود عندك. لازم. غير انه بداخل المدرسه يعني احنا حصه النشاط طبعا كل واحد ملتزم مع مجموعه من الطلاب يشتغل معهم. انا لاني ما عندي شيء محدد كوني رئيس قسم فاقدر اتابع. فاقعد بالساحه احط استاد وارسمهم كاريكاتير. فما يبقى احد ما يجي. المعلمين، الطلاب، وهدي. لدرجة أن أذكر سنة من السنين خارج المدرسة طبعا النشاط كنت أقعد في أحد المولات رسمت تخيل هذا الشخص اللي رسمته يا اللي قبل سنة بالمدرسة يقول أنت راسمني قبل أربع خمس سنوات ما شاء الله واحد ثاني صار طبعا أكيد طبعا لما ترسمها شيء طريقة مختلفة الفكرة أنك تنشر لقينا موهوبين بالفن والحمد لله عندي مجموعة من الأسامي اللي الآن هم فنانين معروفين أو أصبحوا معلمين يعني معنا في المجال وغيره هذا المتعب التدريس أن تمام. أنت تحصد ويعني تزرع وتشوف النتيجة تشوف النتيجة فوري نعم ولكن السؤال يطرح نفسه يعني شنو أبرز المعوقات اللي تواجهكم أكيد أنت اليوم قاعد تبتكر لأن صح. في أول سنتين شفت أن الطالب ما يحتاج الجانب التقليدي بعد نعم. الجانب التقليدي اللي قدمته سنتين ثلاث سنين قلت له لازم ابتكر صح فابتكرت صح. هذه الفكره وكل سنه عن سنه تطورها صحيح ولكن صحيح. ما زال هناك معوقات تواجه أكيد. المدرس الكويتي أيه. صح طبعا من غير معوقات ما تحس بطعم النجاح لانه هو تحدي منها. تحدي اولها مساله الحيز نفس المكان المدارس الموجوده عندنا ما تعطي مجال تشتغل الصف صغير مقابل مكتظ ومزدحم نعم يعني 30 طالب أو احيانا نحن المفروض 25 احنا لو نوصل 30 نعم امكانيات الصف حتى وجود سبوره ذكيه هذه قابله انها تخترب تتعطل ما تناسب احتياجات اللي انا موجوده عندي مو كل المواد تحتاج سبوره ذكيه الامر الثاني انه مثلا لازم في رحلات وهو في نشاط الرحلات موجود في المدارس لكن تفعيله بالطريقه اللي احنا نشوفها يعني على تواصل مثلا احنا مثلا تاريخ
لازم يكون عندي رحلات اسبوعيه اذا مو قلنا كل اسبوعين حق المتاحف، عشان تقدم رحله حق متحف تحتاج الاسبوعين وسبع تواقيع. ليش كل هذا وغير موافقات اولياء الامور؟ تخيل انت، ها طبعا هذا كله شيء من الاسف شيء شكلي ورقي. طيب انت مأمني على ابنك عام دراسي كامل، نعم، فشلون ما تأمني اخذه معاه رحله؟ ورحله طبعا مو مكان خطر، متحف يعني توديه مكان تثقيفي بالنهايه، تثقيفي بحت، يعني ما راح اوديه مكان خطير. تمام. الامر الثاني ان المنهج يعني مع الوقت اللي قاعد نشوفه، العطل الكثيره، الظروف اللي تحوشنا ما تخلينا نشتغل، يا دوبك تبي تخلص المنهج. الطلبات الاداريه طبعا احنا كمعلمين تعرقل هذا الفكر طبعاً الابداعي، ما تخليك تركز. لما انت مثلا مطلوب منك توقف مراقبه مثلا بساحه العلم طالع الطلبه، اذا انا شلون اجهز حق الحصه الجايه؟ صحيح، هذا مو دوري. طيب اللي انا غيرها يعني اللي انا عرفته ان انت عندك نيه لتعميم هذه التجربه، والله او يعني انك تطمح بان هذه التجربه يتم تعميم. احنا قاعد ننشرها بطريقه او باخرى. منو غيرك يمارسها؟ لا والحمد لله، شوف انا امانه يعني يمكن انا واحد من المئات في الكويت، سواء من المعلمين او المعلمات قاعدين يشتغلون، ويمكن بعضهم ما ظهر في الاعلام، ما صار له فرصه يطلع، معتقد انه لا هذا هو دوره الحقيقي، هذا اكيد. لكن صدقني في الميدان التربوي هناك من المعلمين يعني ممكن احنا نصدرهم للخارج ما شاء الله، اكفاء على مستوى. والدليل يعني الجوائز او المسابقات العلميه لموضوع التعليم في الخليج ينافسون فيها الكويت اكثر من الدول الثانيه. جائزه حمدان بن راشد منافسه كويتيه بحته، نعم، كل سنه نطلع لنا بثلاث جوائز اربع جوائز، لازم هذا دليل ان المعلم شقاق مبتكر. سمو الامير يكرم سنويا يوم المعلم، شوف عدد المعلمين الكويتيين اللي يطلعون على المنصه، هذا دليل انه فيه، وغيرها من الحوافز اللي تطلع. لكن احنا الحافز الحقيقي للمعلم الكويتي مو الماده، عطني حريه اشتغل اكثر. نعم، انا ما قلت ابي فلوس، عطني حريه اشتغل اكثر، ترك لي المجال، شيل المواضيع الاداريه اللي يفترض يكون فيها واحد اداري حقيقي، وخلني انا المجال الفني، المناهج الدراسيه خلني انا ادخل فيها طرف، انا اللي بدرسها. تمام، فلا تجيب لي اياها، انت يكون لك يعني رؤيه فيها وتشارك في دور نوعيه المواد المطروحه. نعم، الوقت اللي نقدم فيه الماده العلميه، الشكل، القوالب، الحصص، كلها يكون لنا دور. احنا قاعد نمارس الشيء هذا، احيانا قاعد نتجاوز، نعدل، نضبط في اطار المدرسه. على مستوى الوزاره صعب، يحتاج موضوع يعني روتين طويل. نعم. لكن احنا الحمد لله بالفتره الاخيره لقينا تلمس في نجاحات الكويتيين، وحتى على فكره يعني المساله مو بس كويتيين، انت لا زال معك معلم وافد قاعد يدرس معك وهو صح. مقيم للامانه، ما هو وافد الان، ايضا هذا يحتاج تطوير ومساهمه معه، لازم تساعده. انا درس ماده مثل التاريخ، وهو درس يعني فيزياء ولا جيولوجيا ولا المواد الاساسيه المعروفه، ايضا محتاجين ان نطور بعض. تمام، يعني من خلال كلامك اللي قاعد تقول لي اياه ان انت تدخل تكنولوجيا، تحاول ان تتعاون مع الطالب، تطلع الطالب تو ثينك اوت اوف ذا بوكس، لكن يبقى يعني التكنولوجيا او تبقى التكنولوجيا هي سلاح ذو حدين. صحيح، ممكن الطالب يسيء استخدامها، او حتى يعني لا تعطي النتيجه المرجوه من ادخالها في المنهج. احنا طبعا شلون نتفاداها؟ احنا طبعا اول شيء في استبيانات قاعد تصير مع الطلبه. تمام، نسمع رده فعلهم. مثلا في موضوع الايباد او التابلت ايا كان الجهاز، عملنا استبيان احنا داخل مدرسه، نشوف انه هل الطالب يستخدمه، نعلمه على البرامج اللي مفيده بالنسبه له، ومو كل الطلاب، اساس لا تكون التجربه من غير اسس. خذينا نموذج، انا كان عندي في وحده مدارس صف عندي 18 طالب، وكان عدد جيد جدا الى ممتاز، كان عندي 16 طالب يستخدم الايباد ويبون معاهم الايباد. تمام، بالمقابل طالبين ما يبون شيء، راجع لهم في منتصف السنه واحد من الاثنين دش، اخر سنه الكل دخل، الكل داش معك. ليش؟ لقى شيء سهل، برامج جدا بسيطه. وهو اذكر واحد من الطلاب قال لي استاذ انا والله ما اعرف، لا يعني مليون عذر. قلت له جربت؟ لا بس ما اعرف، انا تليفون بليت وانت لما صار تسليم الواجب عندك طلبه من النوعيه في طبعا يحتاج يقول لك يعني عندي واحد من الطلبه هذا نفسه قال لي انا ما يمديني املك الدفتر. طبعا هم كلهم ايبادات. قلت له ليه يوم الخميس ما جبت الدفتر؟ سامحني خلاص النتيجه انت عارفها شنو. اضطر انه يعني يجيب الجهاز، وهو عنده اياه بالمناسبه بس ما له خلق،
ودخلوا البرنامج اللي انا معطيه اياه ودز لي اول صوره وهو قاعد يدز لي شنو الصوره وهو بالحداد لانه قاعد بالحداد برنامج قدامه تشك 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 حل واجب وانتهى اعطيته الدرجه وهو قاعد بمكان وهو بالحداد قلت له عاد وانت راد عاد ضبطنا عاد باسمك شيء فتعرف ان الطالب خلاص التكنولوجيا ما هي مو غريبه علينا احنا غريبه علينا التكنولوجيا صح هو يعرف يحل ويربط فيها احنا مستخدمين فقط تمام يعني هذا مشروع قدمته اليوم ولكن هناك ايضا مشاريع مقبله اتوقع أكيد. اللي هي والله شوف يعني اختصار او خلينا نقول ملخصات ماده التاريخ تحول الى رسومات يعني انا افتح الكتاب ما القى نص رسومات. تلقى الرسمه تشدك وتحتها معلومه جربت الان انا في الانستغرام عندي بحسابي نزلت اربع الى أربع خمس رسومات تلخص صفحات من تاريخ الكويت شخصيات معينه معروفه احداث معينه اماكن معينه لخصتها في الرسم وفيها كلام والله ردت الفعل حلوه ان لخصت افضل ما انا اقرا نص لا الرسم وتصلح حق الابتدائي متوسط وممكن حتى الثانوي نعم هذه كلها طرق قاعد ندخلها طبعا بالاضافه ان التعلم على اللعب هذا لازم يعمم على الكويت ان طلابنا ترى اللعب ما هو حرام اي لعب اللعب داخل لعب تربوي اعطي أي. لعبه تربويه أي. مثال انه يعني تكسر الروتين اي يعني شلون تدخل تحتاج تعززها اكثر أي. أي. قليله هي بالمناهج يعني مثلا ما تستخدم لعبه الرسك معروفه انا ادخلها بالمنهج مسرحيات كل سنه لازم طلابي بالفصل يسووا لي مشاهد مسرحيه تلخص الماده تمثيلهم اخراجهم تاليفهم هذا مو حافظ المعلومه اللي حافظ حتى المشهد واحيانا نطلع موهوبين وصارت معنا سنه من السنوات سوينا مسرحيه لها قيمه وطنيه وفازوا بالمركز الاول على مستوى المنطقه التعليميه والان مجموعه من هالطلاب اللي كانوا في المسرحيه خريجين المعهد العالي للفنون المسرحيه ما شاء الله ومعروفين يعني بالتالي يعني احنا داخل الماده العلميه لا نستهين في دوري داخل الصف كمعلم او حتى في المدرسه اقدر امارس انشطه صفيه ولا صفيه تخلق فعلا طالب واعي مثل الرؤيه اللي معروضه على الوزاره. تمام، انا لو سالتك عن التعليم بالكويت تقييمك للتعليم بالكويت خصوصا انك انت مدرس 11 سنه. نعم. شنو تقييمك له؟ يمكن انا داخل الميدان راح ادافع عن التعليم في الكويت. احنا التعليم في الكويت الاسس موجوده، المناهج موجوده، مشكلتنا الثقه بيني انا كمعلم والجمهور. ولي الجمهور الأمر هو الطالب ولا ولي الأمر ولي الأمر الإعلام قاعد يحركه أن لا والله المدارس متطلباتها كثيرة مو قاعد يدرسون عيالنا صح الكلام هذا ادخل معي يعني أنا ضروري عندي ولي الأمر يدخل معي يشوف ايش قاعد يصير ضروري يعرف أن الوزارة قاعد تقط مبالغ طائلة جدا على مسألة التحسين أو حتى ترميم المشاكل اللي داخل المدرسة دورات المياه تكرام وغيرها تتكسر الصيانة الدورية هذه طيب من قاعد يكسرها ضروري لازم نعترف عندنا مشكلة الكل قاعد يتهرب من مسألة إنه والله ولدي ما سوى هالشيء طيب يعني مو معقول أنا اللي كسرت المدرسة فلازم نعترف إحنا الاثنين الطرفين إنه مو قاعد نربي إحنا وزارة التربية إحنا قاعد نركز على التعليم محتاجين أكثر لتعزيز بعض القيم هذه ضروري اثنين لازم يكون في مشروع حق الطالب وين رايح مو معقولة أنا أوصل حق الثاني عشر طالب ثاني عشر مو عارف وين راح يتخرج وين بيروح هذه مشكلة مو عارف وين يروح بعد التخرج والله يمكن ادخل الكليه الفلانيه او الجامعه الفلانيه ليش ما ادري ما عنده رؤيه طيب مواهبهم مو قاعد تعزز في المدرسه لانه ما في وقت فانا اطلب ولي الامر سجل ولدك في الانديه المسائيه مثلا خليه بالليل يلعب له كره ولا اي كان افضل ما انه يكون مثلا في الشارع ولا في مجمع ويصرف فلوس وفعلا قاعد نأصل قيمه سلبيه جدا هي قيمه الاستهلاك طبعا ويتقبل منك كل الامر اذا سمع مني وعرف ان انا على قدر من الثقه راح يسلمني ولده صحيح هذا اللي نحتاجه وزاره التربيه معنيه بهالامر لكن مو بروحه ايا كان الشخص المسؤول بالوزاره اللي يفرض السياسات العامه وهذا بروحه ما راح يسوي شيء صحيح انا جزء من هذا طبعا النظريه اللي احنا شغالين عليها كمعلمين بيننا نظريه الترس الصغير انا ترس صغير لو اتحرك بسرعه معينه اقدر اتحرك بسرعه اي ترس كبير راح يتحرك معي طبعا اجباري يتحرك طبعا طيب انا اتحرك ولي الامر يتحرك الوزاره تتحرك الاعلام الايجابي اللي قاعد يبث رسائل ويبث المنظومه كامله تتحرك معك هذا بديهي لما انت تقول لي اعلام
فقط على السلبيات ما يصير يا جماعة الخير. في ناس قاعد تشتغل، في ناس قاعد تقط يعني كل اللي عندها، وما هو ما من على أحد، بس أحيانا نضطر نقط من جيبنا داخل المدرسة طبعا عشان عيالنا، ترى مو عشان والله نطلع بالصورة النهاية تعطي حق هالمجتمع. هذا أنا أقول لك، الإعلام الكويتي إذا سلط الضوء خلال فترة وجيزة على الإنجازات التربوية اللي قاعد يعملونها المعلمين الكويتيين وبجهود شخصية، طبعا هي راح جهود جماعية بعدين، راح نجبر الناس تشتغل. خلينا نمشي مثل فلان، خلينا نقلد فلان وفلان. صحيح، صدقني هي 5 سنوات وبعدها راح تاخذ نتيجة خلاص. نعم، في نهاية لقائي معاك الكلمة الأخيرة اللي توجهها للسادة المشاهدين. أنا أبي يعني في هالبرنامج تحديدا أبي أوجه كلمة شكر صراحة لكل من علمني مو بس حرف، شلون أوقف، شلون أتكلم، شلون أقعد مع الناس، سواء كانوا معلمين الأجلاء اللي درسوني أو حتى الأساتذة اللي لحقت عليهم وأنا وأنا معلم. يعني تخيل أنا لحقت على طول معلمين درسوني يوم من الأيام. 3 معلمين أنا ما أنساهم في حياتي، الأستاذ محمد عباس الآن هو مدير مساعد في ثانوية صالح للشباب، أنا هذا ما أنساه، إذا زلت أتواصل معاه ويعطيني الكثير يعني سواء في المستوى الوزارة أو حتى القيادة. الشخص الثاني رحمة الله عليه الأستاذ شعبان عبد الحي. نعم، من المعلمين المصريين اللي فعلا قدموا الكثير داخل المدرسة، لحقت عليه في سنوات الأخيرة لكن تعلمت الكثير وكان سند لي. يعني الشخص الثالث وهو من تاريخ الكويت، نعم، اللي هو صالح الشاب. نعم، هذا قدوة يعني بالنسبة لي، أتمنى يوم من الأيام أن أسوي يعني 1% من اللي سواه. ما شاء الله عليك. نعم، إن شاء الله يا رب. إن شاء كل الشكر وتقدير لك، يعطيك العافية. الله يعافيك. تحية خاصة لك على المجهود الطيب، وتحية أيضا للطلاب أكيد طلبتك اللي قاعد يتابعونك، وإن شاء الله بإذن الله في حلقات قادمة نطلع والطلبة وياك إن شاء الله. موافق على الفكرة؟ أكيد أكيد. أو إذا ما تبي تطلعهم معك إحنا نجي لك الصف، تشرف، نصورك ونشوف المحاضرة شلون تقدمها. أنت تشرف. كل الشكر وتقدير لك. كان معنا الأستاذ بثانوية فهد سالم البنين بدر بن غيث. أيضا عندنا العديد من الفقرات، راح نروح فاصل ونرجع نتواصل معكم مرة ثانية.